حائل بكنوزها التاريخية وعمقها الحضاري وما تتكئ عليه من مخزون تاريخي وموروث زاخر وآثار متناثرة على سفوحها وجبالها وسهولها. هناك فنون صخرية في واجهات جبالها الحمراء والسمراء تشكل مع السهول حكاية حضارة وعشق مكان. أدرجت المنظمة الدولية للتراث العالمي اليونسكو في اجتماعها 39 في مدينة بون بألمانيا الرسوم الصخرية في جبة وشويمس في منطقة حائل بالمملكة العربية السعودية. الفنون الصخرية الموجودة في جبل أم سلمان في جبة وجبال راطة والمنجور غرب شويمس، وتم إدراجها إلى قائمة التراث العالمي ليكون الموقع الرابع في المملكة العربية السعودية على قائمة التراث العالمي بعد مدائن صالح والدرعية وجدة التاريخية. وفي الاجتماع الكبير في بون بألمانيا بتاريخ 16 من رمضان لعام 1436 والذي ضم ممثلي 160 دولة برئاسة رئيسة اليونسكو ورئيس مركز التراث العالمي وأعضاء اللجنة الدائمة والأعضاء المحايدين، تم في الاجتماع النظر في تسجيل 38 موقعا حول العالم، وكانت المملكة العربية السعودية منطقة حائل موقع جبة وشويمس من ضمنها، وقد بدأت المداولات والنقاش قبل التصويت من ممثلي الدول لإعطاء الرأي في تسجيل المكان. Let us then consider that the desert surrounding Al-Hail is a de facto buffer zone and inscribe their property on the list for the sake of coherence and equity. Lebanon presented a revised draft decision for examination by the committee. Dans le cadre de la proposition d'inscription, le site préhistorique art rupestre de la région de Hail présente toutes les valeurs et les éléments et les attributs en faveur de son inscription. La délégation algérienne se réserve donc de donner son avis sur le projet de décision par la suite. Merci, Madame la Présidente. Notre voix se rejoint à celle du Liban et d'autres pays membres qui ont exprimé le souhait que ce site soit inscrit immédiatement sur la liste du patrimoine mondial. Merci beaucoup. Poland would like to support the inscription of the site on the list. Thank you. We would like to inquire with the state party, Saudi Arabia, if this is declared in any land use plan and if the justification of this being a natural barrier is acceptable to ECOMOS. Otherwise, the Philippines joins the call initiated by the Lebanese delegation for the immediate inscription of this property under criteria 2 and 3, as suggested by ECOMOS. Thank you, Madam Chair. وقد تحدث سعادة الدكتور علي الغبان نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للتراث الحضاري أن المملكة العربية السعودية ستقوم بعمل كل الملاحظات الواردة في حديث ممثل الدول الأعضاء. And the buffer zone, which is the most important recommendation, has been modified following ECOMOS recommendation. And all the other remarks has been taken in consideration, and we dealt with all these remarks already. And in our factual error, we mentioned that the Saudi Arabia, it's already done all what ECOMOS has been asked. وقررت لجنة التراث العالمي إدراج 24 موقعا جديدا على قائمة التراث العالمي على مستوى العالم من بينها الفن الصخري في منطقة حائل في المملكة العربية السعودية. تم الإعلان بتسجيل المملكة العربية السعودية منطقة حائل موقع جبة وشويمس جبل أم سلمان في مدينة جبة وجبل راطة والمنجور غرب شويمس. With that now, given the complete consensus, I think I will move to declare decision 39.8B11 as adopted. وبدأت المباركات والتهاني من قبل الوفود لوفد المملكة العربية السعودية للتسجيل في التراث العالمي. Unforgettable day, not only for the northern part of my country, where the site is located, but for the entire of Saudi Arabia. We are talking about rock art with an age of more than 10,000 year age and old. قد كان لدعم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبد المحسن بن عبد العزيز أمير منطقة حائل لملف جبة وشويمس الدور الكبير والفاعل لعملية تسجيل حائل في التراث العالمي، حيث ناقش سموه في 10 سبتمبر 2014 للميلاد مع مبعوث اليونسكو وخبير الرسوم الصخرية الدكتور ديرك بيوغ إكمال ملف آثار جبة وآثار موقع شويمس.
مؤكدا دعمه الكامل لتسجيل الرسوم الصخرية في المنطقتين ليكون ضمن قائمة التراث العالمي، كما وجه المسؤولين بالجهات المختصة تسهيل مهام عمل الفريق الدولي. واعتبر صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أن تسجيل الرسوم الصخرية في منطقة حائل لقائمة التراث العالمي دليل على مكانة المملكة وعمقها الحضاري. بدأت الهيئة بأهمية تسجيل المواقع، لأنه المملكة كانت الدولة الوحيدة في المنطقة تقريبا اللي ما فيها مواقع مسجلة على قائمة التراث العالمي، مع أنها تعتبر يمكن أهم منطقة في منطقتنا المحيطة، هذا اللي فيها تراث حضاري كبير وموقع جغرافي مهم بالنسبة للتداول الحضاري يعني العظيم اللي تم في الجزيرة العربية وما بشك توجه بالإسلام. فلذلك يعني تسجيل المواقع هو أمر طبيعي بالنسبة للدول، ولكن منهجية عمل الهيئة والتسجيل والمحافظة على المواقع وتطويرها كلها تأتي بتوجيهات من قيادة الدولة وسيدي خادم الشريف الملك سلمان بالذات حقيقة في دعمه الكبير للتراث الحضاري الوطني، ومسار مشروع خادم الحرمين الشريفين للمحافظة على التراث الحضاري الوطني مشروع كبير جدا يهم كل مواطن ليس فقط هيئة السياحة. أنا أحب أن أقول لك أنه الموقع هذا بالتحديد أو مواقع جبة وشويمس الرسوم الصخرية تعتبر نموذج فقط من آلاف المواقع موجودة في المملكة، ولا بد أن أحيي أهالي حائل حقيقة وأمير المنطقة وكل من يعمل معنا لأنهم واعين لهذا التراث الحضاري والمحافظ عليه، ونؤمن المواطنين هم فعلا يهتمون بعدم نبش هذه المواقع وبتسجيلها ويساعدوننا في المحافظة عليها. لذلك الدول جميعها اللي كانت في اليونسكو كما أبلغني سعادة الدكتور زياد الدريس مسؤول المملكة في اليونسكو حقيقة يعني قال لي أن الدول كلهم هو رجل محترم وساعدنا كثير في هذه عمليات التسجيل، أنه الدول كلها كانت تقول أن المملكة تشكر المملكة على تسجيل موقع مثل هذا لأنه يعتبر فعلا تراث عالمي وإنساني كبير جدا، ونحن سعيدين بذلك الحمد لله. ولم يأتي التسجيل إلا بعد زيارة مكثفة من مبعوث اليونسكو للمواقع الأثرية للتأكد من أن الموقعين جرى تأهيلهما ليكونا ضمن قائمة التراث العالمي نتيجة للجهود الحثيثة لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والتي أسهمت في دعم ومتابعة ملف تسجيل هذه المواقع الأثرية المهمة عالميا، وما يتطلبه ذلك من دراسات وتوثيق لهذه المواقع والبيئة المحيطة بها. وقد كان للمندوب الدائم للمملكة في اليونسكو الدكتور زياد دريس وأعضاء البعثة المكلفة بمتابعة تسجيل الملف الدكتور علي الغبان نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للتراث الحضاري، والأستاذ خالد بن صالح السيف مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بحائل، والأستاذ عبد العزيز صالح مسؤول ملف حائل الرسوم الصخرية في مكتب السعودية في اليونسكو. وفي الختام بكل الفخر والاعتزاز نقدم التهنئة للمملكة العربية السعودية لدخول منطقة حائل للتراث العالمي في كل من مدينة جبة وشويمس، لأنه يعد اعترافا دوليا بالعمق الحضاري والبعد التاريخي للمملكة العربية السعودية.